سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. شخصية عندها ذكاء من نوع خاص، قدر يحفظ 12000 كتاب على الرغم من انه ما كانش قادر حتى يلبس نفسه. اتولد وهو عنده تلف في المخ وشخصوا الاطباء على انه طفل متوحد. اللي اكتر من كده انهم طلبوا من ابوه انه يحطه في مصحة عقلية لانه مش هيكون قادر على انه ولا يمشي ولا يتكلم ولا يتعلم اي شيء في الحياة. ده غير كمان ان سنينه في الحياة معدودة. نفس الطفل اللي اتكلمنا عنه هو اللي صنفه العلماء بعد كده كعالم استثنائي عنده ذاكرة خارقة، واتلقب بعد كده بجوجل الذي يمشي على الارض. كمان عنده قدرة على تذكر اي شيء قرأه او شافه في حياته لمجرد مرة واحدة. ده غير انه حصل على جائزة الاوسكار لفيلم اتعمل عن حياته. اصبح شخص ملهم لملايين من البشر، منهم وكالة ناسا اللي حاولت تستفيد من قدراته الخارقة. محاولة الاستفادة من الفحوصات اللي عملوها عليه عشان يقدروا يعرفوا ازاي دماغه بتشتغل، يعني طريقة عمل دماغه، وفي نفس الوقت السر اللي بيخلي عنده الذاكرة الجبارة دي. كيم بيك لورنس اتولد عام 1951 في الولايات المتحدة. اتعرف باسم ميجا سافانت لذاكرته الاستثنائية اللي بتشتغل افضل من جهاز الكمبيوتر على الرغم من الصعوبات الاجتماعية الرهيبة اللي كان بيواجهها وعدم قدرته نهائيا في التعامل مع المجتمع بسبب تلف في بعض خلايا مخه وافتقاده للجزء اللي بيفصل فص المخ الايمن عن الايسر. لكن هو ده كان نفس السبب اللي خلى ذاكرته تشتغل بالشكل الرهيب ده. من بداية ولادته وهو عنده تشوهات خلقية في منطقة الدماغ، كانت راسه حجمها كبير وضخم. كمان كان عنده مشكلة في الخلايا العصبية، وسبحان الله نفس التشوهات دي هي اللي ساعدته ان يكون عنده القدرة الرهيبة دي على تذكر اي شيء يقرأه بمجرد مرة واحدة، وقدرته على قراءة 8 كتب يوميا وتذكر كل كلمة فيها. قدراته بدأت تظهر عليه من سن سنة ونص لما قدر يحفظ ويقرأ كل الحروف والكلام. مع تطور عمره بدأ يتعلق أكتر بالقراءة والكتب وأصبحت كل حياته. على حسب كلام والده فرام بيك ان كيم كان عنده قدرة انه يقرأ كتاب كامل خلال ساعة واحدة، ويقدر كمان يرد على اي سؤال ممكن يتسأله في الكتاب ده. واللي ساعده على كده ان هو كان عنده قدرة انه يقرأ صفحتين في نفس الوقت في نفس الثانية، وده لان كل عين عنده وظائفها منفصلة عن التانية، بمعنى انه يقدر يقرأ بكل عين صفحة مختلفة ويحفظ كل اللي فيها. وبالطريقة دي قدر يحفظ ويخزن معلومات رهيبة في كل المجالات، أدب، تاريخ، جغرافيا، رياضة، موسيقى، علوم، حتى أسماء البلدان وعواصمهم وأسماء الشوارع وتواريخ الميلاد والأرقام والحروب التاريخية وتاريخ كل دولة ومين اللي حكم وإمتى وتاريخ حياتهم بكل تفاصيلها الدقيقة. الشخص المثالي العظيم في حياة كيم اللي سنده في كل شيء في حياته وآمن بيه كليا ورفض تماما كلام الدكاترة ان هو يضعه في مصحة عقلية ويفقد الأمل فيه تماما، وكان بيعمل له كل حاجة في حياته من أول لبسه لحد الاهتمام بمظهره، هو كان والده فرام بيك اللي مات بعد ابنه في عام 2014 بعد وفاة كيم بيك في عام 2009 بسبب أزمة قلبية. كانت نقطة تحول في حياة كيم لما شافوا الكاتب والمخرج باري مورو، واللي استوحى من قصته فيلم رجل المطر بعد ما اتكلم معاه وشاف موهبته الخارقة والتقارير الطبية الخاصة بيه، وقرر وقتها يستلهم من قصته لعمل فيلم حصل بسببه كيم بيك على جائزة الأوسكار، وحصل الفيلم على 4 جوائز أوسكار في عام 1988. خدته ناسا ومسحت دماغه ضوئيا لمحاولة اكتشاف جهاز او اختراع جهاز يشبه عقله. ده غير كمان اهتمام العلماء والمخترعين بيه لدرجة عالية جدا. مخه عنده قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات بنسبة 98%، في حين ان اي شخص عادي قدرته على الاحتفاظ بالمعلومات 45%. وللسبب ده اعتبروه اقوى ذاكرة في العالم، لكن في اي شيء تاني كان متأخر تماما على اي شخص في سنه، فكان شخص خجول ومنطوي جدا وما عندهوش اي مهارات اجتماعية. قدر كيم انه يعمل اختلاف كبير جدا في نظرة الاباء والامهات لاولادهم المختلفين عن غيرهم في قدراتهم العقلية بعد ما كان اليأس ماليهم بسبب احباطهم من اولادهم اللي هم مختلفين عن زمايلهم او عن الاطفال اللي في سنهم. فبدأت النظرة تختلف لاي شخص عنده قدرات خاصة او عنده طريقة مختلفة في التعبير عن ذكائه، فاصبحوا بيهتموا بيهم بطريقة مختلفة وبيهتموا اكتر يعرفوا ايه القدرات اللي موجودة في اولادهم اللي هم ما كانوش يعرفوا عنها حاجة.
مات كيم بيك وهو عنده 58 سنة بسبب أزمة قلبية بعد ما تلقب بالعالم المتعدد المواهب، لكن ساب وراه تساؤلات كتير جدا عن سر العلاقة ما بين التوحد ما بين القدرات العقلية سواء المحدودة أو الخارقة والذكاء بصفة عامة. القصة فعلا ملهمة ومؤثرة، وتعرف الإنسان إن أي شخص فعلا ليه ذكائه الخاص، خصوصا مع وجود شخص زي والده اللي آمن بيه من أول بداية، من أول بدايته وطفولته لحد النهاية. طبعا منتظرة أعرف رأيكم في القصة، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموه بلايك وتشتركوا في القناة لو لسه بتشوفونا لأول مرة. ما تنسوش تفعيل الجرس عشان هو اللي بيخلي كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.